هنا في بنزرت مع موسم الصيف حملة ضد الاعتداءات على الملك البحري، نعرف تفاصيلها من بعد شوية. وموضوع هذية منذ عقود السمسرة السرطان اللي ينهج جسم المحامات، نمشي والقفصة وين تم إحالة 4 محامين على عدم المباشرة، تعرفوا تفاصيل الكلها من بعد شوية. سهيل الشرني في الأعداد، باجا في الإخراج، إيمان في الديجيتال، ومعكم جيهان بن عبدالله. نبدأ مع أول موضوع. 24 ساعة في تونس. نبدأ من الجنوب، نبدأ من تطاوين اعتصام الكامور، فما تطورات جديدة وانطلاق الإضرابات. أكثر تفاصيل معنا منسق عام الاعتصام ذوي الغول. أهلا وسهلا، مرحبا على إي فام. بيك وبجميع المستمعين. يعيشك أهلا وسهلا بك، مرحبا. اعتصام الكامور 2، أول حاجة اللي عنده مديدة توا وقاعدين كل مرة نسمع في تطورات وتصعيد، زاد يظهر لي لو كنت تعطينا لمحة وإلا فكرة على الوضع العام حاليا. الوضع العام تغير منذ الجلسة اللي انعقدت منذ يومين في حضور رئيس الجمهورية والمجموعة من الوزراء المتداخلة في اتفاق الكامون. الاجتماع الخلافي كنا ننتظر منها أشياء كثيرة، وأهمها تفعيل بقية ما جاء في بنود اتفاق الكامون. ما رأينا إلا مخرجات الجلسة اللي كانت لا تفي بغرض الشباب لا تفي بمتطلباتهم. صار اجتماع بعد الجلسة، اجتمعوا أعضاء تنسيقية الكامون بالشباب المعتصم ورؤساء النقاط المعتصمة، قيمنا المخرجات الجلسة، قررنا على إثرها الانطلاق في خطوات تصعيدية قادمة من أجل تحقيق بنود الاتفاق. نقاط كانوا زوج نقاط جوهريين، أولهم البدء في حالة غضب متواصلة في ولاية تطاوين، وثانيا الدخول في إضراب عام يكون في ولاية تطاوين يشمل المؤسسات العمومية، عدال المستشفيات والجميع عدال المستشفيات وجميع المحافظات القطاعات الحيوية الأساسية. بالضبط، وكان هذا بالتشارك مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن الاتحاد العام التونسي للشغل كان الضامن الوحيد لاتفاق الكامور. عرضنا عليهم الطلبات متاعنا، كانوا حتهم في كانوا معنا استغربوا مخرجات الجلسة، أيدونا من أيد المطالب متاعنا وأيد الخطوات التصعيدية متاعنا، قرروا معناها قولنا الإضراب العام متاعنا. انطلقنا في الإضراب منذ اليوم بإضراب، والحمد لله كان نجح. ما زال الإضراب في الحقول النفطية سينطلق غدا، وإن شاء الله إن شاء الله الهدف كما قلنا من الإضراب ما هوش الهدف معناها تعطيل مصالح الناس ولا تحكير الصف والعام، إنما هو معناها لجلب الأنظار و لتقريب وجهات النظر والدفع من اجل ثوره الحوار اللي اعضاء التنسيقيه ما كانوش متواجدين في المجلس الوزاري اللي فات. لمحاوله وجود حلول ممكنه، انت قلت لي الاضراب نجح، حبيت نعرف لو كان عندك نسبه الالتزام ولا الانخراط في الاضراب هذية بالنسبه اليوم. الانخراط ما فماش، معناها ما فماش، هو معناها اسطر الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد عنده منظوريه في جميع المؤسسات، المؤسسات كل معناها تجاوبت على الاضراب، ما فماش حتى نسبة النجم نقول لك نسبة 90-95%، لما نقول 100% حسب ما تجاوبنا احنا في المدينة وشفنا فما معناها تجاوب كبير وفما نسبة نجاح كبير. بعد الاضراب تقريبا احنا في اخر العشية نوعا ما، هل فما امكانية التفاوض ولا التحاور لوجود حلول ممكنة مع الجهات الرسمية مع اطراف من الدولة؟ قاعدين تحسوا في نتيجة الاضراب حاليا اليوم والا لا، وباش تواصلوا في التصعيد؟ التصعيد نتاعنا متواصل كما قلت لك غدا على الانطلاق الاضراب العام في المنشآت البترولية. التجاوب ما فماش تجاوب كبير، لان التجاوب احنا عبرت عليه اللي اتفاق ما يلزمش سات وزاريه كبرى، راه الاعتصام نتاعنا انطلق من بعد وباء كورونا، انطلقنا في مجموعه من الاحتجاجات دامت شهر ونصف، وكما في علمكم نفضل الاعتصام نتاعنا بالقوه العامه والاستعمال المفرط للغاز. رجعنا لضم الصفوف نتاعنا، رجعنا للاعتصام نتاعنا منذ خمس ايام، ما فماش تجاوب. انا كمنسق عام ما صارش مع الاتصال به من اي طرف رسمي، لا لأي زيارة معنا حكومية ولا أي زيارة رسمية.
سيداو الحقيقة فما بعض الأراء تعرف اعتصام الكامور الكامور اثنين هذا موضوع مطروح عند التوانسة الكل براتيكمون في وسائل الإعلام زاد يتم تناول الموضوع هذايا فما بعض الأراء اللي قالت وإلا أيدت فكرة عدم الدخول في إضرابات كما اللي صار اليوم في إضراب عام وانت تقولي نسبة النجاح نتاعو بين 90-95% إذا مش 100% فما البعض يشوفوا أنه يظهر لي الإضراب زيد هكا باش نوصلك الفكرة فكرة كما تنقلوها البعض نحب نعرف موقفكم انتوما رايكم من هذا من التحليل هذية اللي البعض يشوفوا انه ينجم يعمق الازمة اكثر من يلقى حلول والله الاضراب احنا كاشخاص ما نتصورنا فما احزاب ما يساعدش الاضراب اللي هي طرف في الحكومة فما احزاب معارضة يساعدها الاضراب قد يكون الاضراب امتعنا احنا مناش مسيسين مانا نبو حتى بطرح سياسي ما عندنا حتى داخل ما عندناش ناس معنا يوجهوا فينا ما نشبه وصلوا نفسهوش ناس عندنا اجتماعات تصير بالمنظورين نتاعنا بالشباب المعتصم هم رأيهم محورين فيه اللي يحبوه يعملوه الاعتصام هذا حق كفرون من الدستور قرارات تصدر من الشباب المعتصم ما تصدر ما عندنا حتى إنسان لا محزب ولا مسيس في التنسيقية نتاعنا الأراء تختلف أهلي تطوين وما نش عارف إن الأراء صادرة من وسط أهلي تطوين ولا من خارج من خارج الولاية تطوين ما نتصورش فما شكون معرضنا ان نرتقوا بتطوين ونبدل الوجه نتاع تطوين ولا معارض ان اتفاق الكامور يتحقق على ارض الواقع تقول لي من خارج تطوين ما عنديش فكره حقيقه حبيت نيخو معك في اخر كلمه سيدا والغول منسق اعتصام الكامور اثنين لو كان نزيد نوضح صوره اكثر للناس اللي تسمع فينا يمكن بعض المواطنين زيدا اللي قاعدين يتبعوا في الحركه الاحتجاجيه هذه ولكن ما يعرفوش اهم المطالب ماذا بيا لو كان تحاول تلخصها في جمله باش هكا نختموا بها المطالب نلقاسي قدامي عرفها المطالب نتاعنا هي انطلقة احتجاجات انطلقت من سنة 2017 دامت شهرين ونصف توجت الاحتجاجات نتاعنا بالخروج بمحضر جلسة كان معناها منظم من طرف السيد عماد الحمامي ذاك وزير التشغيل كان الضامن الوحيد هو السيد نور الدين الطبوي الأمين العام التونسي للشغل وكان بابا الشهيد أنور السكراسي ضامن وشاهد على هذا الاتفاق فيه ثلاث بنود رئيسية البند الأول هو 1500 موطن شغل في الشركات البترولية العاملة في صحراء تطوين وفي صندوق جهوي مبلغ 80 مليار سنويا يرصد ويصرف لصالح الجهة و 3000 موطن شغل في شركة البسنة والغراسات وثم بند ثانوي هو رئيسي بالنسبة للمعتصمين هو ليلة التبعات العدلية للشباب المعتصم واللي قاد العراق واللي شارك في الحركة ثلاث بنود هذه ما تحققش منها إلا القليل حسب تقييم نحن تحقق منها نسبة 30-40% 2500 موطن شغل في شركة البسنة هم اللي تحققوا مازال 500 موطن شغل في الشركات البترولية تصور 100-150 موطن شغل في الشركات البترولية العاملة بالصحراء صندوق الجهوي مازال معلق ومازال ما فعلوش ما فهميش جديد يعطيك صحة شكرا لك على توضيحات منسق عام مع اعتصام الكامور اثنين كان معنا ذوي الغول من تطوين بعد الفاصل باش نمشيو للكيف شنو حكاية صندوق الجوائح اللي مثل نقطة استفهام كبيرة نمشيو زيدا البنزرت وين يتم انطلاق دعم المعينات المنزليات المتضررين خلال فترة الكورونا هذا الكل بعد الفاصل توا وقت 3 العصر في مدينة تونس آخر أخبار النجوم في تونس والعالم الأحداث الثقافية مهرجانات حوارات حصريات يوميا من الاثنين للجمعة مع أميمة العياري من 5-7 متاع العشية على EFM أحلى راديو 24 ساعة في تونس مع جيهان بن عبدالله إيفم أحلى راديو رجعنا لكم من جديد في 24 ساعة في تونس توا 4:17 نمشي مباشرة للمنستير أزمة الكورونا ولا جائحة الكورونا اللي خلت التوينسة يشد الدار على الأقل شهرين وإلا أكثر أثرت على عديد القطاعات وخاصة المهنة الصغرى ولا المهنة الهشة وفما اللي عندهم لا تغطية اجتماعية ولا دخل قار اللي يخدم يخلص